الذي كان الكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البديع عند الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم، كان في العالم وكون العالم به إلى خاصته جاء، وخاصته لم تقبله. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. يوحنا شهد له ونادى: هذا هو الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدي صار قدامي، لأنه كان قبلي، ومن ملئه نحن جميعا أخذنا، ونعمة فوق نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا. أشين أو أشلام ملك الخون. تشبعت ثودي ذايد روقنا سر مرا مطابط لا بطل أمين ويث بخل إزبان وبخل عيدان نجمدنا سيئا. حمدا لخبز الحياة الذي نزل من السماء رحمة وظار من ابنة داود عجوبة وكسر في الجلجلة ووزع في البيع المقدسة وأعطي للمؤمنين عربونا وحياه وهو حقيقي ان يؤتي الاحياء والموتى نعيما ونعمتان الذي بيليق التسبيح والسجود والاجلال في هذا وقت دون ما تذبح الالهيه
وفي سائر الأوقات والأزمان والأعياد والساعات أيام حياتنا كلها إلى الأبد. قضم مريم رحمانا، قضم مذبح محسيانا، قضم روز علين قدشي ولوي باسم متسمين من إذاي كنونهم يقرأوا صالي كلان ورحمة وحنانو من مريون بعي مريم رحمانو رحم علينا وعاد عرين على طرد سواسيون وغلم ذكيون وجبوب وطيون وخيون ومذادون والبشوتان وحيات مريون ومم رحمون وذكحو بغلط ويساقي رور بودلو مثمنين ولعطو وطولي عمودين وما يبنو حسطوب وفرحة مالين دخرين مريون ورحمة بين وخيط خارتو بالنفشو ذان ونفشو ذابوين وداخين ودرامونين ودملفونين ودعانيذين ودخلون وعانيذ ما يبنين يا ذي تودي لو قد اشتاق وامشى بحثه انيح مريان ونمشيت روحات ونفاريهون وسطال رغم ونحلون والقرميون حسو يوم حسيون وهويلا والهون امشي حمل كان مريم وران مرد تجمعته نيلا مرت اليونان وتنضرونان وفرق لان وقابل اصلاً وضن وتقش فوثاً وعبار ورحميك القنع مرد وضن قشيوث وشطم شيمون دروس ومينام بام رحمون وثق مريوك لي وعبار والحرث وطبث ويديث الغبر ذا شلوم ومرتشين وشلوم واشو الخولان وشلوم ومشيحو يود لخ رحيم وفشو فارقور مورو ثق شاكراً لو شبحوا لو خوديتوا مسقينا وشبحوا الزبان العلمين أيها الغمل السماوي الذي ولدته البت الأرضي عجبا وكرمت بيته لحم أفراث مثواه واهتز إلي نار الأردن شوقان واحتفت به الجلجل على عود الصليب حقا وذبح في سبيل فداء الكائنات طوعا وبرر بذبيحته الامم والشعوب كافه واحيا بموته الاجيال والقبائل قاطبتان نسالك الان باحسانك الجزيل وفضلك الفائق واصفر وبدعوات امك المباركه القديسه المسموعه وزمرة الأنبياء والرسل والشهداء والآباء كن يا رب لبيعتك غافرا ولأغنامك الناطقة مباركا وساترا ولميراثك الكهنوي مقدسا ومطهرا ولرايتك البائسة حافظا وناصرا واجعل الأمن في المعمورة مالكا والسلام في المسكونة زائرا جد يا رب على المسبيين بالفرج وعلى الأسرى بالعتق والإطلاق وشفاء للمرضى واجعل ذكرا صالحا لأمك القديسة المباركة والأنبياء والرسل والشهداء وارحم الموتى المؤمنين الذين تقدموا فرقدوا على رجائك بالإيمان الحق واطني ربي أنا عبدك الخاطئ الذليل يا من تمنتني على خدمة الكهنوت الجليل سيرة تليق بالكهنة الحقيقين واشملني بلطفك وعنايتك وارمقني بعين رعايتك ودبر بين يدي الوزن التي استودعتني إياها بنعمتك ولولا ما كلها أهلاً وأهلني لأحظى بمكافأتك مع الوكلاء الحكماء الأمناء لأنك رب كريم جزيلة مواهب وكثيرة مبراته وبحمدك نسبح شاكرين أباك المبارك الذي أرسلك لخلاصنا وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين آمين مريو قابل هتويا لنا دار بسال هتويا
من الأنقاب الحسد حب شبقان ودع طيبة ريون علم والعلم علمي إن دين عبد محيل وحاطو يلال وانوي مرقدي شاب قديش قادي شبرون قادي شان قادي شروخوا قادي شدم قادش في مدحاطو على نفسه تانو نفسه تو كتابه هين ودا حين وضرابونين ودملفونين ودعاني ذين وادخلون عاني ذا ما يبني هل ذا دي لقاد يشتهم شابعتهم متريون المير والعلم والمير صفية ثوبرس خمين قم شابير كلان بصلوت كنونهم يقرون عنوني ما نؤمن بإله واحد الآب الثابت الكل وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى أحي حبيبي صلوا لكم إخوتي وأحبائي صلوا لأجل يقبل رب قرباني إخوتي وأحبائي صلوا لأجل يقبل رب قرباني أحي حبيبائي صلوا لكم أحي حبيبائي صلوا لكم ومن سلام ومحبة
بمجيء ابنك الوحيد ربنا وإلهنا المحيي ملأت الأرض سلاما من السماء، به سبحت جنود الملائكة قائلين المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام وفي الناس الرجاء الصالح. املأ يا رب قلوبنا من مراضيك ونقنا الآن من كل دنس ومن كل غش ومن كل حقد قاتل وشر وخبث، واجعلنا أهلا لنعطي بعضنا بعضا سلاما صافيا بقبلة مقدسة، وأن نشترك بالموهبة السماوية غير الفاسدة التي من بها منا بها علينا المسيح إلهنا وربنا، وبه ومعه يليق بك التسبيح والتعظيم والولاية مع روحك الكن قدسه الصالح والمسجود له المحي والواحد معك في الجوهر الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. مبارك ما with your blessings which cannot be taken away, and make us worthy to do your will and that of your only begotten Son and of your Holy Spirit now always and forever. وبيض أن ربنا كل فكر دنس بواسطة هذه الذبيحة التي نقدمها لك منورا بها نفوسنا ومقدسا اجسادنا، لنهدي لك الحمد والثناء ولابنك الواحد ولروحك القدوس الان وكل اوان والى ابد الابدين. قم شعفير، قم دحلتو، قم نقبوثو، قم ذحيوثو، قم قادشوثو، قم دير كل انا حيب حبو وفيمون وسود اشرورو مثي ذو نعيد نفدح شابلوه بنفورو وذل عيسو قادشتو دغضو ميسيمون هربي ذو كنونم يقرو דבשנו ושלמה דבח שעיתו ללוח אבו מורי כול לא כולנו חרב רחמי ושלמה דבח שעיתו ללוח אבו דלו אבו טייבו זודן דיחידו יוברו שאותו מגנונות עוד רוחו קדישו, היטב עם כל חונך חיו חביבה, היל עולמין. Let our minds, our thoughts, and our hearts at this hour be above where Christ sits on the right hand of God the Father. Let us thank the Lord with reverence. أهلنا لنسبحك تسبيحا ثلاثيا مع ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة النورانيين
الواقفين أمامك وهم عن تسبيحك لا يفترون، ونحن هاتفون وقائلون قادر قابل الموت صبيان يحلفين حاطوا يعود نحطوا انساب لحموا بذا وقد شثا وخاذ ودي با لي حلقة دي شمار سبخ الميلي هون وفار دحلو فيكون وحلو بسقية ماد بصي وماديه والحيد الأولى أمول مين أخوات والخوص أنسام خذ ودي قادي شويمار ساب اشتاو مني كل خون هنا ودم دحلو فيكون وحلو بساقية مي تشي ومي ذهب شبقون ودحطوه والخايد الأولى أمولني And as he entrusted the sacraments to his holy disciples, he commanded them, saying, Do this in remembrance of me until I come. Church, O Lord, remember all of your redeeming dispensation
and your fearful second coming, in which everyone shall be rewarded according to their deeds. She and your parent flock besiege you and through you, and with you to your father, saying, Rahim alayn. Rahim alayn. ونحن أيضا عبيدك الضعفاء الخطاة نقبل نعمك ونشكر لطفك على كل شيء ومن أجل كل شيء. استجبني يا رب، استجبني يا رب، استجبني يا رب، اشفق علينا أيها الصالح وارحمنا. كما جئنا باللحم هون فرمع بالحياة فرفر قوي فهرو نمشي حول دلا والخسون شملت مدد ذات واد مفر قوي مودي لنمشي حق الله دينا لكي تكون هذه الأسرار لجميع الذين يتناولون أفرانا لذنوبهم فيرثوا بها الحياة الأبدية ويملأ أفواههم بحمدك وشكر ابنك الواحد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. آمين. بارخ مور صالي ونتكشف مراول وهن عيدون وهنو رابو اتحيلو قديشو حلوف كلون أبو ثوم دبروني ديلان هون القيمين بريشاي يومون وبحيدتنون عيدو ثو قديشو ثو دلو اتبربا فنيون روعين ومدبرين قديشم يقريط بثوني فطر يركضي لان مورن مورن اطيوس دو افريم ترايونو مورتيو دوروس ترايونو مفريان وديلان ابو المور باسين يستوما قد مويو ها
Hasio dilan abun mor dionosios Nithqaymun baloho amshar korkulu nafis qufi orthodoxu Sluthun shorote welal moyo nithkashaf Qoriela رب بيعتك المقدسة أمنا وسلاما ومدبرها شيخوخة صالحة وهادئة وأقم بها رعاة يحكمون بكلمة الحق حكما عادلا لنحمدك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين بارخ مور لنذكر أيضا تلك المستحقة التطويب التي تعظم شأنها قبائل الدنيا بأسرها القديسة المجيدة والمباركة السامية الدائمة البتولية الطوباوية مريم والدة الإله ولنذكر أيضا معها الأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين والطوباوي مر يوحنا المعمدان الساعي الذي سبق مجيء ربه والقديس الجليل مار استيفانوس رئيس الشمامسة وبكر الشهداء ورئيس الرسل الساميين ومار بطرس ومار بولس ولنذكر أيضا جميع القديسات معا فلتكن صلاتهم سورا لنا لنتضرع إلى الرب قري ليسون قري ليسون Shelter us, O Lord, under the wings of your saints, and place us in their hearts, so that with them we may offer praise and thanksgiving to you and to your only begotten Son, and to your Holy Spirit, now always and forever. Baruch Mor again, we commemorate all the faithful departed who from this holy sanctuary and from this church and from this place and from everywhere have departed, fallen asleep in true faith and are at rest and have attained to God the Father, the Lord of all spirits and flesh. Let us beseech Christ our God, who has received their souls and spirits unto himself, that in his abundant mercies he may make them worthy of the forgiveness of sins and may carry us and them to his heavenly kingdom. Let us cry out and say three times. وابسط على امواتنا المؤمنين جناح رحمتك واغفر ذنوبهم صافحا عن خطاياهم لأن جسد ابنك الوحيد ودمه موضع في أعضائهم وبه نترجى الحضور بالرحمة وغفران خطايانا وخطاياهم. Oh God, remove, pardon and forgive our offenses and errors which we have committed before you willingly or unknowingly, knowingly or unknowingly. واهل أمواتنا المؤمنين لآخرة مسيحية غير متذكر ذنوبنا وذنوبهم لنشكرك على هذه وعلى سائر نعمك ونعظم ونبجل اسمك المبارك الكلي الإجلال واسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. Baruch Mor, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, you world without end. Amen. Baruch Mor. Shlomo al-kul khur. Amen.
وبركاته. مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. أنفسنا وأنفس آبائنا وإخوتنا ورؤسائنا ومعلمينا وعوض أنفس سائر موتى من المؤمنين. نصعد التسابيح
لله لا بالفريد ونقدم السجود لابن الوحيد ونهتف بالدعاء للروح القدس الفارقليط المجيد. يا من نحن بين يديك نسلم كافة أيام حياتنا، يا الله يا رحوم يا شفو، اصنع معنا رحمة وحنانا واشفق علينا أيها الصالح وارحمنا. اللهم يا قابل الصلوات والمجيب إلى الطلبات، إننا نبتهل إليك مصلين هذه الصلاة الربانية التي علمنا يا ابنك الوحيد القدوس، هاتفين بقلب خاشع وقائلين أبونا بشمايو. نجنا يا رب من الشرير ومن كل ما يخالف نواميسك الإلهية، واغفر خطايانا وذنوبنا، واعف عن جميع الذين يخطئون إلينا بأي نوع كان، لنشكرك ونسبحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. بارخ مور شلومو الكل خوم عمرو حدينو من قدوم نسيبو ثدرازي هولين قد يشوى الله يد ثقرا تبق دمر يوم رحمون ريشين نرقين
دومك موران ولوهان. O Lord, lift your right hand and pour forth your blessings upon your people that are waiting to receive the body and the blood of your only begotten Son, sanctify our souls and bodies, that we may offer you praise and thanksgiving, and to your only begotten Son, and to your Holy Spirit now, always, and forever. Shlomo رحمدت لي ثقادش توم شابحتو لبريث ثيتام ثم ايتاز غيتام شوي انبوسيا هي تهوي عن كل خناحة هاي العلمين آمين بارك Fire.
شامن تفرق العلم بخاش يقير دقنو من أدرو حقا دي شامن دي ثم غمور ومشي مليون ودخل ميدم دق ودو ونهوش ميد مريم بارق من عالم وعدم العالم مين آمين آمن آمين قرباني بصلوات نتخارن لباي ملفين وولن كد حين وقنا يولى الله بهنا مجابر بس ملكم شبح وقوم اسمو هاليلو شما بوبر روح قديش حاضره شريره امين ولد المسيح هللويا يا احبائي كل عام وانتم بخير والرب يجعل عيد الميلاد شكرا مو بهنا الرب يجعل عيد ميلاده الخلاصي سبب بركه لجميعنا سبب نعمه في حياتنا حتى نقدر نمجد اسمه على الدوام آمين. يا أحبائي أحب أتأمل اليوم معكم ببيت نقوله باللغة السريانية ومنه أنطلق في تأملي عن الميلاد. يقول شمشو بريو وبع زروري كريخو نورو ثلتو ديلدو ويمو تقويمو دلوزوغو حزوثو حثتو شله بيثو ديونقو حلبو عولو سوبو دطعينو لفرتو مريم. إذا ترجموا بمعنى لاهوتي الشمس اللي هي مصدر النور ومصدر كل شيء والتي تلبس النور واللابس للنور في مشهد يتحدث عن شمس البر يسوع المسيح الذي ظهر بالجسد الكلمة الذي صار جسداً وعن العذراء مريم التي أنجبت
هذا الطفل بلا ميلاد، بلا زواج. فنشوف انه شلون هاي الشمس اللي هي مصدر النور، يعني مصدر الحياة، ما حد يقدر يعيش بالعتم. كثيرين من عندنا نخاف من العتمة، خاف من الظلام. أنا من الناس مرات أخاف من الظلام. ليش؟ لأنه ما أعرف إيش يواجهني، ما أعرف إيش راح يجي قدامي. ولكن بميلاد المسيح شمس البر أشرقت بمعجزة من بتول بدون زواج، من عذراء بدون زواج، حتى يعطينا أمل وبشارة أنه ليس هناك مستحيل عند الله. فهذا المولود يسوع المسيح ملك الملوك لما انولد من العذراء بقت بتول وعذراء. نحن نؤمن أنه ولادته كانت مثل أشعة الشمس اللي تخترق الزجاج، ما تخدش الزجاج وما تعمل بينه أي أثر. نفس الشيء كانت ولادة الرب يسوع من العذراء، فالعذراء بقت بتول قبل الولادة وأثناء الولادة وبعد الولادة. هاي هون هي المعجزة، أنه شمس البر يسوع المسيح يولد من عذراء بدون زواج. ويقول آباءنا السريان كان هذا مشهد جديد، منظر جديد، أنه هل الإله الذي أخذ جسد مقيت العالم يشرب حليب ويرضع الحليب حال حال الأطفال جميعاً. منظر عجيب، مقيت العالم يأكل الحليب من العذراء مريم وتعطيه الغذاء، وهذا العتيق الأيام، العتيق الأيام، المسيح يسوع عنده ميلاد أزلي قبل كل الدهور، مثل ما نقول بقانون الإيمان، مولود من الآب قبل كل الدهور. ولكن اليوم هذا الذي ترتجف الملائكة من أنه ينظرون له، شاء بإرادته أن تحمله ويزيح بين يدي العذراء. الله صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده، مجداً كما لوحيد من الآب، وأعطانا نعمة. يا أحبائي، الميلاد هو فرصة جديدة لكل واحد ووحدة من عندنا، لأنه الذي ولد اليوم ما هو طفل عادي، هو عمانوئيل، الله معنا. هل نحن نؤمن أن الله معنا؟ هذا هو السؤال. لما يكون عندنا إيمان إن الله معنا، معناته نحن فعلا نعيش الميلاد كل يوم في حياتنا. ميلاد يسوع المسيح هو ميلاد الإنسان الجديد، أخذ جسدنا، أخذ صورة العبيد العبد، أخلى ذاته حتى يعطينا نحن صورة القداسة، وتألهت طبيعتنا البشرية الفاسدة بنار اللاهوت، الكلمة اللي أخذ طبيعتنا حتى يعطينا حياة جديدة. عمانوئيل، الله معنا. الله معنا يعني الله أحبنا، يعني يجب أن نحبه ونحب كل من حولنا. عمانوئيل يعني الله معنا، يعني رئيس السلام، يعني يجب أن نجول نصنع خيراً وسلاماً كيسوع المسيح. الله معنا، الله معنا يعني أن نعيش دائماً برجاء. ليش؟ لأنه يسوع المسيح ولد كي يصلب، وصلب كي يقوم، وقام كي يعطينا حياة أبدية نعيش إلى الأبد ونتمتع بمجده. عمانوئيل يعني أن أتغير وتتغير وتتغيري، كلتنا نتغير.
هذا هو الميلاد. الميلاد ليس فقط شجرة توضع في البيت وهدايا وملتقى للعائلة أو تجمع للعوائل. الميلاد هو أن نحيا المسيح وأن نقدم المسيح وأن نكون كملائكته دائماً. كل ما أحد يشوفنا يقول المجد لله في الأعالي. ليش؟ لأنه الرب يسوع يقول يروا أعمالكم الصالحة وش يعملوا ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. فلما نحن نعكس صورة المسيح هي صورة ميلادية. لما نعيش بقداسة، هالحياة اللي نعيشها بقداسة هي صورة لطفل المغارة، هي أيقونة تجسد سبب التجسد التي لأجل أرسل الله ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة الأبدية. اليوم يا أحبائي الميلاد طفل المغارة هو رسالة وحياة، رسالة وحياة لكل واحد من عندنا. إذا إلى اليوم أنا في حياتك، يعني يسوع في حياتي وحياتك وحياتك هو عبارة عن احتفالات اجتماعية، لازم نتغير، لازم نكتشف الله في حياتنا حتى نقدر نقول عما نويل، الله معنا، حتى نقدر نعيش هذا السلام ونقدر نعيش هذا الرجاء ونقدر نعيش هاي المحبة. ما نقدر نعيشها بدون ما نكتشفه في حياتنا. فأعظم هدية قد نحصل عليها في عيد الميلاد، أنا أعرف الساعة كلتنا نطلع من الكنيسة وأنا أولكم أنتظر هدية، نرجع على البيت أحد وعدني يبعث لي هدية، فإذا شوف وصلت إلا ما وصلت. كلتنا ننتظر هدية، كلتنا نحب الهدايا، والمسيح أيضا يحب الهدية. ولكن الهدية اللي يحبها المسيح هي أنا وأنت وأنتي، كل واحد من عندنا ينتظرنا متعطش. ما تتخيلون قدر العطش اللي المسيح عطشانه لكل واحد من عندنا. ما تتخيلون شلون إذا اكتشفناه في حياتنا وكأنه هذيك الدقيقة ولد على الأرض. ليش؟ لأنه مثل ما الملائكة ظهرت للرعاة وقالت تسبحته لالوه بمرومه وعلى رعش لومه وشينه سبره طوبه لبنينوش، والمجد لله في العالي وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر. نفس الشيء الملائكة تعمل. صدقوني لما أي واحد من عندنا يكتشف المسيح ويقدم حاله هدية للمسيح، لأنه يقول الرب يسوع السماء والملائكة تفرح بخاطئ واحد يتوب. يعني بأي واحد من عندنا يقدم ذاته وقلبه هدية للمسيح. كلنا ننتظر هدية بعيد الميلاد، وصاحب العيد ينتظر هديتنا. خلونا اليوم نقدم قلوبنا وحياتنا ونسلم له أنفسنا حتى نستحق. نعم مقيت العالم الذي صار إنسان ليعطينا حياة جديدة، لما نقبله راح ينزع عنا الإنسان العتيق ويخلينا نحن جدد. وقبل القداس أنا قلت بيت بالسرياني حتى نكسب الوقت إلى أن يحين موعد القداس، يقول العذراء عطت جسد للمسيح لما أحل في أحشائه، ونحن أمنا المعمودية عطتنا صورتنا الحقيقية، صورتنا الجديدة لما نزلنا لجرن المعمودية وانولدنا في المسيح. فميلاد المسيح هو تذكير إلنا، تذكير بميلادنا، تذكير لعهودنا اللي قطعناها مع المسيح، اللي قطعناها مع المسيح لما نتعمدنا، وتجديد إلى حتى نقدم له حياتنا ونستحق أن نحيا نعم ميلاده الخلاصي ونكون مسيحيين حقيقيين ونأخذ هذا السلطان اللي أعده لكل من قبله، هو أن نكون أولاد الله. فنحن بالميلاد
أصبحنا أبناء لله وأخوة للمسيح، ونسعى جاهدين أن نتمثل بصورته مثل ما يقول الرسول بولس في رسائله. وكل عام وأنتم بألف ألف خير، وربنا يجعلكم دائماً بصحة وعافية وعمر طويل، ويحفظ عوائلكم ويخلي أولادكم ويفرحكم بهم. ودائماً تمر الأعياد على كل الشعب المسيحي في كل الأرض بالسلام والفرح والرجاء والمحبة. يا أحبائي، طبعاً لضيق الوقت أسماء المرحومين أحبائنا الذين انتقلوا وسبقونا إلى المجد الإلهي في السماء راح تطلع على الشاشة. أنا ذكرت الكل على المذبح، وغداً صباحاً أيضاً راح أذكر كل الأسماء اللي قدمتها، ولكن لضيق الوقت حتى ما نتأخر بقراءة الأسماء لأنه تأخذ وقت طويل كتطلع على الشاشة قدامكم. رب يرحم جميع أمواتكم، وأيضاً يتقبل تبرعاتكم، كل الذين تبرعوا، كل الذين نوروا الكنيسة، الرب يعوضكم 30 و60 و100. وأيضاً يا أحبائي أعيد كل واحد من عندكم باسمه. بهالمناسبة أيضاً أحب أعيد قداسة سيدنا البطريرك مارغناطيوس أفرام الثاني، وراعي الأبرشية مارديونوسيوس جان قواق، وجميع الآباء الكهنة. وأيضاً أعيد أخوتي الشمامسة وأخواتي الفاضلات الشماسات والجوقة، وأيضاً لجان الكنيسة، مجلس الكنيسة، مجلس الملي والشباب والتعليم المسيحي، وكل والسيدات وكل لجان الكنيسة. الرب يبارككم ويعطيكم القوة دائماً والنعمة حتى نخدم هالكنيسة كلتنا بما يليق باسم القدوس، ويحفظكم دائماً أبداً. آمين. يا أحبائي، قبل ما نكمل القداس والدورة التناول، راح نكون أنا وشماس بشير الناول حتى ما نتأخر بالتناول لأنه العدد كثير، ولكن راح أطلب من المؤمنين الموجودين داخل الكنيسة ننتظر شوية ما نتقدم إلى التناول، لأنه الشباب راح يدخلون الأخوة الموجودين في قاعة الكنيسة يتناولون، وبعدين الموجودين في الكنيسة حتى نحافظ على النظام والهدوء. والبنات راح يرتلون تراتيل، نشاركهم بالتراتيل إلى حين نخلص، فراح نكون اثنين نناول حتى نكسب وقت أيضاً وما نتأخر عليكم وعلى الجميع. والرجاء نحافظ كثير على نظافة الكنيسة، اللي عندهم كمامات رجاءً بس يخلص القداس ما نتركه على المقاعد، ما نتركه على المقاعد أو نحطه في مكان غير مخصص له، يعني ما نريد نتخلص منه نحطه في مكب النفايات حتى نحافظ على سلامة بعضنا البعض، نحافظ على سلامة بعضنا البعض. حتى الكلينس رجاءً ما نحطه بالمقاعد حتى ما نكون سبب في أنه ننقل أي مرض لأي إنسان. والرب يحافظ على حياتكم دائماً أبداً. آمين. تفضلوا نصلي مع بعض صلاة الاعتراف والتناول. أنا أعترف لله الآب الضابط الكل وابنه الحبيب سيدنا. اغفر لنا، ليرحمكم الرب الإله ويقودكم إلى الحياة الأبدية مثلما رحم بطرس الرسول والخاطئ والعشار ولص اليمين وجميع التائبين، بسلطان الكهنوت المقدس الذي سلمه لرسله الأطهار ومنهم جيلا بعد جيل وعبر خلفائهم الشرعيين حتى وصل إلي أنا العبد الضعيف الخاطئ. بهذا السلطان أحل لكم جميعا يا إخوتي من جميع الخطايا التي اعترفتم بها وأنتم نادمون عليها، تداكون وتتقدشون ونشتبكون حوبيكون وحطويكون بش مدابو
ودبره ودروحه حي وقاديش والحي دلعون معلمين آمين. ملاحظة أخيرة، الكياس اللي تشوفوها هوني هي البغشان اللي عملوها الأولاد، فأسرح أصلي عليهم بالتناول، كل واحد يتناول يقدر ياخذ برشاني، مبدئيا كل واحد ياخذ برشاني وحدي حتى تكفي للكل، ويزوغ الانجيل ويرجع الى مقعده، والرب يبارك الاطفال ويبارككم جميعا. Thank you.
مر الدبيرات وينو يوم ونو يلتق هاليلويا هاليلويا قادي شود موران والوان فروق ديلان يشو امشي حوز برثو محيوني ثم اللوقم سبرون ودم سابر حايو فرقون الولمو زابنو خي دبرون وثد موران والوان وفروق ديلان يشو امشي حو ملت حي الود باسر من الثلتو قادشتو مريم هولندين هو خان هو وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته فصعد يوسف أيضا من مدينة النصر إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكوني من بيت داود وعشيرته ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المذود إذ لهما موضع في المنزل وكان في تلك الكورة رعاة مبتدئين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما فقال لهم الملاك لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب وهذه لكم العلامة تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود وظهر بغتة مع الملائكة جمهور من جند السماوي يسبحون الله وقائلين تشبحت لاله بمراه وعلى رعش لامه رطب لبنين شوم يا بحي المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء قال الرعاة بعضهم لبعض لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها
ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم شينو وشنو ملك الخون هاود ملاخي شمشي Yeah.
يكن إمار صيد وامشي بحب وبروح قديشا من عالم والدر دارين لا تصبح تالي مهمد فهم حسیانون خود خوشل عبد اکبر الله دیت الفرقان و عتیدت نیت میت و نحومان و حدوث و غنسان لالی آمین شد ماری آلو یمین و خواهید دامت خزیانی دو بره خلکین شانو چوده دم قبلین المنسان برو خود مقی اقیر و الحشد حوال گلی و تافید اقدام اکماران و آلوهان لالی رحمة وضلورة وضلورة قدلاني شوام شيحو على طيلي قتشونين عليه بيهون وعنو سبيهون وعلى كل من دلي وشتو تافهم وشتو تفين بهون رحمة وضلورة ونعليه وعليهم بترهون علمي والعلم علمي تجسدت لأجلنا
المساكين يبشروا المجد لك أيها المسيح ابن الله يا من تجسد لأجلنا أيها المسيح ابن الله يا من تجسدت لأجلنا مواعيد زار الليل
مودنا لوخ يا ترويف ومقبلنا طيب ثود الوثان إثرا حملين إننا نشكر إحسانك للبشر ساجدين فقونا جميعا وإن وعدنا وثبتنا واغفر لنا وارحنا بواسطة قومنا بهذه المائدة الروحانية فنأتي بحمدك وتسبيحك وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين آمين بارخ مور شلما الكل خون عم روح دیلوخ من بوتار سی بوتو دروزه هونن قادیش والو هوی دیتی هب طبق نوم مویم رحمونو ریشن نرکن دوم اک موران والو ها ایوها المسیح الخبز الحقیق الذي نزل من السماء
وصار لنا طعاما لا يفنى. فاضنب سنا واسادنا من جهنم التي لا تطفى. والدود الذي لا يبلى لنسبحك. وأباك وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. تحصي مدخون وبل دهبو ملكا ورابو سبلي مورو دقضي لوتو اثلت مهوي البنتو حشحو لقريتو بدفلوها عطرو مورو دهبو او بيين نتقارب لي. اذهبوا بسلام زيلون بشلوم وكافحوا ذي تون وروزي تون وعليهم حفظ أعطوا يصالا كونهم يقرون.